السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزات التلميذات، أرحب بكم مجددا في الحصة الثانية من درس أنشطة السكان الصناعة. وقبل الدخول في تفاصيل هذه الحصة الأخيرة من الدرس، لا بد من التذكير بأهم العناصر والمحاور التي رأيناها في الحصة الأولى من الدرس. فقد كانت الحصة الأولى فرصة لتحديد أو التعرف على تعريف مفهوم الصناعة، كما تطرقنا أيضا إلى تطور النشاط الصناعي في العالم، حيث رأينا بأن النشاط الصناعي عرف تطورا كبيرا منذ القرن 19 إلى الآن. وفي المحور الأخير تطرقنا إلى أنواع النشاط الصناعي الذي قسمناه إلى نشاط صناعي تقليدي ونشاط صناعي عصري. سنبدأ الحصة الثانية من الدرس بالنشاط التعلمي الثالث، تعرف المقومات الأساسية لقيام وتطور النشاط الصناعي. كما هو معلوم، فالنشاط الصناعي يحتاج لمجموعة من المرتكزات والأسس إلى غير ذلك. سنشتغل في هذا النشاط على الوثيقة الأولى، مقومات النشاط الصناعي. لدينا ألف، المقومات الطبيعية، من ضمنها المقومات النباتية والحيوانية مثل الخشب والصوف. إذن كما هو موضح في الصورة، مادة الصوف هي عبارة عن مادة أولية أو مادة خام يحتاج إليها القطاع الصناعي، خاصة صناعة النسيج. لدينا المقومات المعدنية والطاقية مثل الحديد، النحاس، النفط والغاز الطبيعي. بالنسبة للحديد والنحاس والفضة والذهب إلى غير ذلك من المواد، هي عبارة عن مواد خام يحتاج إليها القطاع الصناعي في صناعات متعددة ومختلفة. باء، الصنف الثاني من المقومات، مقومات بشرية ومالية. المقومات البشرية، هناك اليد العاملة المتخصصة كما هو موضح في الصورة، عامل في ورش صناعي كبير. ثم لدينا سوق استهلاكية واسعة. إذن القطاع الصناعي يحتاج إلى يد عاملة متخصصة لديها كفاءات وخبرات عالية في القطاع، يعني مؤهلة، وبالتالي وجود هذا النوع من اليد العاملة يؤثر بشكل إيجابي على الإنتاجية. بالنسبة للسوق الاستهلاكية، فهي عنصر مهم جدا لتصريف الإنتاج الصناعي. لدينا المقومات المالية، رؤوس الأموال، القروض والاستثمارات. بالنسبة لرؤوس الأموال، هي عبارة عن مقوم أساسي جدا، لأن بواسطته يتم شراء الإمدادات من مواد أولية وتأجير العمال ودفع الفواتير إلى غير ذلك. أما بالنسبة للقروض، فالدولة مثلا لا بد أن تقدم قروض للمستثمرين لتشجيعهم على الاستثمار في القطاع الصناعي. الصنف الثاني أو الثالث والأخير من المقومات، مقومات تنظيمية وتقنية. ونجد من ضمنها توفر مراكز البحث العلمي والجامعات. إذا كان القطاع الصناعي مرتبطا بالجامعات ومراكز البحوث، فهذا يؤثر على الإنتاجية. لدينا كذلك اعتماد نظام تعليمي محكم وفعال قائم على التوجيه. ولدينا تأهيل وتكوين العنصر البشري، إضافة إلى خضوع الأنشطة الصناعية للتخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقويم. وكتلخيص لأهم ما جاء في النشاط الثالث،
يرتكز النشاط الصناعي على مجموعة من المقومات والمرتكزات، ويمكن تصنيفها إلى مقومات طبيعية، ومن ضمنها النباتية والحيوانية كالخشب والصوف، والمعدنية والطاقية كالحديد، النحاس، البترول، والغاز الطبيعي. مقومات بشرية ومالية. تتجلى المقومات البشرية في وفرة اليد العاملة المتخصصة وذات خبرات عالية، أما المالية فتتمثل في القروض والاستثمارات. مقومات تنظيمية وتقنية، كتوفر مراكز البحوث والجامعات واعتماد نظام تعليمي محكم وفعال، إضافة إلى تأهيل وتكوين العنصري البشري وخضوع الأنشطة الصناعية للتخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقويم. أما النشاط الرابع والأخير من الدرس، سنستغله لوصف التوزيع الجغرافي للمناطق والتجمعات الصناعية الكبرى في العالم، ونقوم بتفسيره. وسنقسم هذا النشاط إلى محورين أساسيين. المحور الأول، سنصف فيه توزيع الأقاليم الصناعية الكبرى في العالم. ولمعالجة هذا المحور سنعتمد على الوثيقة الأولى، خريطة التوزيع الجغرافي للأقاليم الصناعية الكبرى في العالم. لدينا الخريطة. بالنسبة للون الوردي فهو يمثل الأقاليم الصناعية الكبرى، واللون البني يمثل مناطق صناعية أخرى. نركز جيدا على معطيات الخريطة لكي نجيب على الأسئلة المرافقة. أولا، حدد نوع الوثيقة وموضوعها. بالنسبة للوثيقة فهي عبارة عن خريطة جغرافية، وموضوعها تمثل التوزيع الجغرافي للأقاليم الصناعية الكبرى في العالم. ثانيا، صف التوزيع الجغرافي للأقاليم الصناعية الكبرى في العالم. إذا ركزنا جيدا على الخريطة سنجد على أن الأقاليم والتجمعات الصناعية الكبرى في العالم مثلت باللون الوردي، وبالتالي فهي منتشرة في كل من شرق الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وغرب أوروبا أو أوروبا الغربية، ومن ضمن دولها فرنسا وألمانيا، إضافة إلى دول أوروبا الشرقية وروسيا، ثم شمال الصين وشرق الصين، إضافة إلى دولة اليابان. إذن وبالتالي إذا ركزنا على هذا التوزيع سنجده يتميز بنوع من التفاوت، لأن هذه المناطق الصناعية تتركز في مناطق دون أخرى، مثلا إفريقيا وأمريكا الجنوبية ووسط آسيا وأستراليا، هي مناطق تخلو من هذه المناطق والتجمعات الصناعية الكبرى. هذا ما جعلنا نقول على أنه توزيع متفاوت. وكخلاصة لما رأينا في الخريطة، يعرف التوزيع الجغرافي للمناطق الصناعية الكبرى في العالم تفاوتا واضحا، حيث تتركز أغلب هذه المناطق في الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا، الصين، ثم اليابان. أما الشق الثاني من النشاط الرابع، سنستغله لتفسير التوزيع الجغرافي للمناطق والأنشطة الصناعية في العالم، وسنعتمد في ذلك على الوثيقة الثانية، نص جغرافي. يفترض ألفريد فيبر 4 أماكن لإقامة الصناعات وتوطنها. يقام المصنع بجوار تواجد المواد الخام. يقام المصنع بجوار سكن الأيدي العاملة المختصة. يقام المصنع بجوار الأسواق التي بها كثافة سكانية عالية لكي يقدموا على شراء المنتجات. يقام المصنع
على هوامش المدن الجديدة، خصوصا إذا وجدت المواصلات لنقل العمال إلى تلك المصانع في المدن الجديدة، مقتطف من كتاب نظرية التوطن الصناعي لألفريد فيبر. ألفريد فيبر هو عالم اقتصادي وتربوي واجتماعي وأستاذ جامعي ألماني وصاحب كتاب نظرية التوطن الصناعي. سنستغل هذه الوثيقة للإجابة على مجموعة من الأسئلة المرافقة. أولا، حدد نوع الوثيقة ومصدرها. بالنسبة لنوع الوثيقة، عبارة عن نص جغرافي، مصدرها هذا النص أخذ من واقتطف من كتاب نظرية التوطن الصناعي لألفريد فيبر. ثانيا، استخرج الفكرة العامة للوثيقة، هذا النص الجغرافي يتحدث عن العوامل المفسرة للتوزيع الجغرافي للمناطق والأنشطة الصناعية في العالم. بالنسبة للعوامل المتحكمة في توطين الأنشطة الصناعية حسب النص، يمكن أن نصنفها إلى مجموعة من الأصناف، أو على كل حال لصنفين: عوامل طبيعية من بينها القرب من مناطق تواجد المواد الخام المعدنية والطاقية إلى غير ذلك، ثم عوامل بشرية مثل القرب من مناطق استقرار اليد العاملة والقرب من مناطق انتشار الأسواق الاستهلاكية. إذن وبالتالي فتركز المصانع والأنشطة الصناعية بالقرب من مناطق إنتاج المواد الخام أو الأسواق الاستهلاكية أو مناطق استقرار اليد العاملة، فكلها تساهم في تخفيض تكلفة الإنتاج وتوسيع أو الرفع من هامش ربح المقاولات الصناعية. وكخلاصة موجزة لأهم ما جاء في الشق الثاني من النشاط الرابع، يفسر التوزيع الجغرافي للمناطق والأنشطة الصناعية في العالم بمجموعة من العوامل. فهناك العوامل الطبيعية كالتوطن بالقرب من مناطق إنتاج المواد الأولية من معادن ومصادر طاقة وغيرها، والعوامل البشرية المتمثلة في الاقتراب من الأسواق الاستهلاكية لتصريف الإنتاج الصناعي، إضافة إلى الاقتراب من مناطق تركز واستقرار اليد العاملة. بعد إنهائنا لشرح النشاط الرابع، أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، فأنتم مطالبون بإنجاز تقويم مرحلي. ستقومون بنقل الجدول إلى دفاتركم وتملؤونه بالمعطيات المناسبة. إذن لدينا الجدول، مقومات النشاط الصناعي، ثم العوامل المفسرة للتوزيع الجغرافي للمناطق الصناعية، لدينا المقومات التقنية والتنظيمية، ثم الطبيعية، ثم المقومات البشرية والمالية. إذن ستملؤون نقط الفراغ بالمعطيات المناسبة. نفس الشأن بالنسبة للعوامل المفسرة. خاتمة للدرس: الصناعة نشاط اقتصادي حيوي ما زال حكرا على بعض الدول المتقدمة. قبل توديعكم أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، فأنتم مطالبون بإنجاز تقويم إجمالي شامل حول ما رأينا في هذا الدرس. أنتم مطالبون بتعريف مفهوم الصناعة، ثم ذكر أنواع النشاط الصناعي مع ذكر خصائص كل نوع على حدة، ثم ذكر المقومات الرئيسية للنشاط الصناعي مع التصنيف، وفي السؤال الأخير أو في التمرين الأخير ستقومون بتوطين المناطق الصناعية الكبرى في العالم على الخريطة جانبه، وستقومون بوضع مفتاح وعنوان مناسبين لهذه الخريطة. إلى هنا أصل معكم إلى نهاية هذا الدرس، متمنياتي لكم بالتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.